أحبتي المشاهدين حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من داخل مركز ستايل سيتي. اليوم من داخل المركز راح نتحدث عن عملية زراعة الشعر، عن الطريقة اللي يتبعوها والإجراءات اللي تاخذوها في عملية زراعة الشعر. لذلك اليوم راح نتحدث بتقرير كامل متكامل عن زراعة الشعر، فراح يفيد الأشخاص اللي مقبلين يريدون أنه يزرعون شعرهم، متخوفين، جائز أكو أسئلة ببالهم تدور حول هذا الموضوع، وحتى راح يفيد أيضا اللي زارعين شعر بالشغلات اللي أكيد راح ينصحون بيها مصطفى والدكتورة، شنو الشغلات اللي لازم المريض من بعد عملية زراعة الشعر أنه يقوم بيها ويسويها. فإحنا بداية نرحب بأخونا مصطفى ونقول لك حياك الله. الله يحييك، الله يعزك، الله يحفظك. هواية تساؤلات تدور عند الناس أنه أسوي زراعة الشعر، أخاف تنجح، لا مو أخاف تنجح، خاف تفشل وجائز تنجح. فأنت شلون اليوم تطمنهم بدورك أنه عملية زراعة الشعر داخل مركز ستايل سيتي هي ناجحة 100%؟ احنا اول شيء مبدئيا عندنا شهادة ضمان مدى الحياة، تمام، بالمزروع، يعني الزراعة ناجحة 100%، تمام. ثانيا كادرنا مو اي كادر، كادرنا تركي من المستشفى الامريكي اللي بتركيا، مستشفى تمام الامريكي اللي بتركيا، شهادة ضمان طبعا ننطيها مدى الحياة، وعندنا هماتين جلسات البلازما والميزو، هذين كلهن جلسات تحفيزية للشعر، تمام، يعني حتى الشعر القديم مثلا يستفاد. فهمتني شلون؟ أنا حسب خبرتي البسيطة موضوع زراعة الشعر إنه دائما يحكون على المانحة، إنه أول خطوة تجروها هي شنو؟ تكتشفون المانحة هل هي ممكن زراعة الشعر أو لا؟ انطيني أول خطوات. اليوم اعتبرني أنا بيشنت جايدة أزرع شعر، فحتى مشاهدينا تكون عندهم صورة كاملة متكاملة عن الموضوع. أولا البيشنت يجينا ندخله معاينة، نفحصه بالجهاز، طبعا بالجهاز الأمريكي، تمام، اللي هو يصير كاميرا على البصيلة دايركت، نفحص البصيلة مالته، نشيك البصيلات، أكو بصيلات أحادية ثنائية حسب البصيلة، من شخص إلى شخص تختلف، أكو مناطق مانحة قوية، أكو مناطق مانحة ضعيفة، تبقى هي حسب المنطقة المانحة. إنما كتشوه هذني الأمور هاي تعتمد على الدكتور، تمام. إحنا الحمد لله شغلنا يعني كله تبدون تشوه، زراعتنا ناجحة. التشوه اللي يصير بالمنطقة الخلفية، لأن هواي أكو أشوفهم زارعين شعر لكن المنطقة الخلفية صاير منظرها قبيح. صحيح. هسه انت مثلا عندك هنا خمس بصيلات، تمام، انا راح اجي راح اخذ واحده من عندهن، ايش راح يصير؟ هاي الاربعه عندي راح تغطي، تمام. اكو بعض الاحيان بعض الدكاتره يعني مو كليتهم ياخذون مثلا ثلاثه تبقى بصيلتين، بهذا الحال ايش راح يصير عندي؟ فراغ راح يصير. ايش راح يصير؟ تشوه مثل داء الثعلبه تصير، تمام، نفس هذا يصير التشوه. هسه راح تاخذون الشعر من المانحه، وراها شنو الخطوات اللي وش قد تطول العمليه؟ يعني المريض يبقى راقد على الفراش وش قد؟ العمليه تطول من 6 ل 8 ساعات، تمام، ويا الاستراحه طبعا ووجبه الغذاء، يستريح هو، تكرم يروح هماتين مغاسل، ما مغاسل هذني الامور، شنو اللي يحتاجه المريض؟ استراحه مثلا طلب يطلع استراحه، فتطول العمليه من 6 ل 8 ساعات. تمام. من بعد الثمان ساعات شنو اللي راح يصير؟ من بعد الثمان ساعات طبعا هو اول مرحله راح يبلشون بها هي البنج، ورا البنج راح يتم اقتطاف البصيله، تمام، ورا الاقتطاف راح يتم تخطيط المنطقه اللي راح تنزرع، تمام، يعني التخطيط الجبهه، تمام، شلون راح يكون التخطيط؟ حسب الطبيعي احنا نسوي لها، اذا المريض ما عجبه هو حسب اختياره يبقى، تمام، وراها تتم مرحله فتح القنوات بطريقه اله السفير، احدث حاله هي احدث العفو احدث اله حاليا، وراها تتم عمليه الزراعه الايكيم. نعم. من بعد ما يجري المريض العمليه وتتم بعد الثمان ساعات خلينا نقول ماكسيمم، شنو الادويه اللي المفروض ياخذها، او شنو الشغلات اللي ممنوعه عليه، شنو الشغلات اللي المفروض يسويها؟ يعني اعطينا هاي التفاصيل. هي الادويه الطبيعيه كالمعدات المعتاد، العفو، اوبر مال التهابات، نعم، عدد ثلاثه نكتب اللي هي، تمام، عدد ثلاثه، وعندك اسبرين هماتين حتى ينشط الدوره، نعم، الدمويه للمدخنين، وهماتين للغير المدخنين، نعم، يعني تدري انت المدخن الدوره الدمويه مالته تكون شويه ضعيفه، تمام. العلاجات بسيطه هي جدا، وراها تتم يعني نعطي هذني مال التهابات وهذني الامور، نعم، وراها يجينا يظل يراجع بين يوم ويوم على الجلسات الغسل، نعم، العناية يعني هنا يجينا، نعم، نشوف الزرع ما عنده أي شيء، نفحصه، نشيك، هاي بين يوم ويوم يجينا، وهماتين لمدة 20 يوم هي هاي، نعم. يعني البيشنت يجيكم يفحص، تجرون العملية، نعم، ولمدة أسبوعين وخلاص بعد؟
20 يوم. لا شلون خلاص بعد نهتم بي يعني شلون اقول لك، هي شهاده الضمان مدى الحياه. فاحنا مدى الحياه نظل نراجع وياهم، يعني مثلا المرضى مال السنه اللي راحت تمام يتم اتصالات عليهم همات، يعني اتصالات بين فتره وفتره. انتم معتنين بالزبون الى اخر الحدود. اها، حتى لا يحتاج شيء وبعد شعر ما يوقع وما يحتاج يزرع. اذا انتم حليتوا مشكله الصلع الوراثي وحليتوا هاي المشكله، بعد ما ظل شخص يعني ضايج من الصلع مالته اذا ما يجي يزرع وتتم الامور كلها بنجاح. كليتهم يزرعون، كليتهم ويطلعون راضين الحمد لله والشكر. لا للقرعه بعد الان. لا للقرعه، نعم للشعر. شكرا جزيلا لك على هاي المعلومات القيمه، شاكرين فضلك وعلى حسن ضيافتك. الله يعزك، اهلا وسهلا وشرفتونا. احبتي المشاهدين، حاولنا قدر المستطاع ناخذ لكم المعلومات المهمه والقيمه في عمليه زراعه الشعر. لا تخافون من البنج، ضمان مدى الحياه. يعني هاي الثقة أكيد ما جابوها من بلاش، جابوها من نتائج ناجحة كلها في عملية زراعة الشعر. إلى هنا تقبلوا تحياتي وتحيات كادرنا الجميل، وإلى لقاء آخر في أمان الله.